لمن ستكون له الكلمة الختامية في نهاية المطاف. وكرة طويلة صعبة ممتازة، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. هكذا تفعلها الشبيبة عن طريق زيدي، الهداف زيدي ليسجل 7 أهداف إلى غاية الآن. يفتتح مجال التهديف، يفتتح مجال التهديف زيدي ويتمكن من تسجيل إعادة. شوف كرة طويلة، المتابعة من زيدي والرأسية مباشرة تسكن في شباك الحارس هنان بن كرة غدارة نكارة مباشرة في شباك الحارس هنان. شبيبة الثورة هدف جمعية وهرس هنان. هيا الإعادة، شوف كرة طويلة، المتابعة من زيدي والرأسية مباشرة تسكن في شباك الحارس هنان بن كرة غدارة نكارة مباشرة في شباك الحارس هنان. شبيبة الثورة هدف. هذه الفرصة يعني من منذ سقوط جمعية الوهران يعني حسابيا توزيع من هناك، لكن يبقى دائما الكرة، والحارس جميلي ينقذ الموقف. الحارس فرصة لصالح جمعية وهران. ها هي الإعادة، شوف هنا بعد خطأ من الحارس لكن يتدارك الطاهر بالعلام اللي أصبح القائد. وكرة ممتازة ممتازة، هذه الكرة ماذا يضيع الشاب سبية؟ الشاب سبية يضيع فرصة اللي كانت معنية بهذا والانطلاقة في هجمة مرتدة صعبة. هذه الكرة والحارس هنان، الحارس هنان ينقذ الموقف بعد كرة ممتازة من حمية. هيا الإعادة، كرة على طبق، كرة على المقاس، والحارس هنان في المكان المناسب يقول لا. وفي هذه